يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، مساكم الله بالخير في حلقتنا الجديده ومتنوعه من برنامجكم الجميل واللي تحبونه، برنامج سيدتي. وكالعاده خلوني ارحب بزميلتي اودي الزبن. هلا وسهلا اودي. هلا وسهلا مها. اليوم طبعا انا ومها مستحلين الوضع بالضبط. اول مواضيعنا جميله يا اودي، بس قبل ما نبدا خليني امسي بالمشاهدين. هلا وسهلا فيكم، مساكم الله بكل خير. اكيد عندنا موضوع اليوم مره حلو، مرة غريب شوي نوعا ما، في اختلافات كثيرة، بس قبل ما نبدأ الموضوع خلونا نشوف مها وش عندها أخبار. عندي أخبار كثير وعندنا مواضيع، خلونا نبدأ بأبرزها معكم. الصحة تعلن عن بدء تطعيم الفئات العمرية من 12 إلى 18 عام عن ضد فيروس كورونا. السالفة وما فيها لليوم، الغرور صفة منبوذة لدى الجميع، ما علاماتها وكيف التخلص منها. مسك الخيرية تطلق برنامج اليوم الأول لتمكين ودعم الشباب والشابات في العمل. ما هو سر اتجاه الفتيات إلى الفنون القتالية؟ برنامج مهاراتي في مدرستي لتنمية مواهب الأطفال واستغلال إجازاتهم الصيفية مجانا. خلونا نبدأ بأول خبر، وكالعادة معكم مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة لتنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث سيجري البدء في إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية والتي أكدت فعالية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة. وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت مؤخرا إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة ولهم الأولوية. وأضافت أنه بالإمكان حجز موعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا. إيش رأيك يا أودي؟ مرة مبسوطة على الخبر. طبعا يعني هم زي ما احنا عارفين، اول ما بدانا باللقاح يمكن بدانا على حسب الفئه العمريه، صح؟ لما جت الفئه العمريه حقتي انا مره انبسطت، سويت حفله في البيت، فمره شيء عظيم ان الحين بداوا من 12 سنه الى 18 سنه اللي هم الفئه الشباب خلينا نقول، او تقريبا الاطفال. طب خلينا نطلع على خبرنا الثاني. يقول لك وقع رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود والرئيس التنفيذي لموفي سينما الأستاذ سلطان بن فواز الحكير مذكرة تفاهم لدعم الجمعية في مجالات متعددة، من بينها تنمية مهارات ذوي اضطراب طيف التوحد من مستفيدي الجمعية، ويأتي هذا ضمن خطة تنفيذ لمشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، يستهدف صقل وتنمية مهارات وقدرات ذوي اضطراب طيف التوحد. ولم يكن هذا التوقيع الوحيد للجمعية، وقعوا بعد اتفاقية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمعية أسر التوحد، بوصفها أول جمعية تنموية على مستوى المملكة تعني بدعم أسر ذوي اضطراب طيف التوحد. وتسعى هذه الاتفاقية إلى تمكين وتأهيل ذوي اضطراب طيف التوحد وتدريبهم كمرشدين سياحيين وكوادر المطاعم والفنادق والأنشطة والفعاليات، كل ذلك في السعي الجاد لضمان حصولهم على الخدمات بجودة عالية ودمجهم في المجتمع. يعني هذه الفئة من المجتمع مهمة جداً، ولسه يقدرون يعطون للمجتمع، فشكرا لهالمبادرة العظيمة وهالاتفاقية اللي أكثر من رائعة للأمانة،
وغير مفاجئة خلنا نقول، لأن هالفئة فعلا زي ما قلنا يقدرون يعطون طالما متوفر عندهم البيئة المناسبة ومتوفر عندهم خلنا نقول الجايدنس المناسب أو الأشخاص اللي يقدرون يوجهونهم للطريق صحيح. المناسب. ففعلا شكرا شكرا لهالمبادرة. خلينا ننتقل إلى خبرنا الثالث معاكم لمحبي الفلك والفضاء، خبر قد يكون صادم لكم إذ أعلنت الاستخبارات الأمريكية أنه لا يتوفر أدلة على وجود كائنات فضائية رغم عشرات الظواهر والتي شاهدها طيارون عسكريون لا يمكن تفسيرها والتي بلغ عددها 140 ظاهرة غير مفسرة. وأرجح القائمون على هذا التقرير أن تفسير بعض هذه الظواهر يمكن أن يكون بسبب طيور أثارت التباسا في أنظمة رادار العسكريين الأمريكيين. وينك يا عبير الوعي؟ عبير الوعي يعني من الناس للأمانة اللي يحب يحب الفضاء والفضائيين. صراحة خبر ممكن مش صادم مرة، لأن أنا أتوقع يعني هم قاعدين يتكلمون عن العسكريين، فالعسكريين يقعدون في مناطق في الخلا خلنا نقول لفترات طويلة، فأحس اللي يجلس في هذه المناطق يبدأ يهلوس بالذات إذا طول. صح. إذا طول ويبدون. أنا تبغيت أقول لك. فالموضوع إنهم يبدون يشوفون أشياء مو موجودة، أو إنهم مثلا يشوفون طير زي ما قال يمكن في الخبر، يمكن يشوفون طير بس إنهم يتخيلون شيء ثاني. فهي بس 140 ظاهرة أحس تو ماتش صراحة. مرة كثير. طب خلينا نطلع الخبرنا الرابع والأخير، قصة يا مها ولا في الأحلام. للأمانة أتمنى أنه كل أحد تصير فيه المطاعم اللي حول العالم. يقول لكم قام واحد من الزبائن في مطعم متواضع وترك بخشيش بلغ قيمته 16,000 دولار أمريكي رغم أنه ثمن طعامه لم يتجاوز 40 دولار. وطبعا صدم النادل بقيمة الإكرامية حيث لم يكن منتبها لقيمتها في البداية، وتوجه الزبون للعاملين في المكان وقالها بطريقة مزح لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة. ولما سألوه عن مدى جدية تفترك هذا المبلغ أكد الزبون أنه يبيهم أنهم يستمتعوا عشان الشغل اللي هم يقومون فيه والكد والتعب. أنت عارفة شغل المطاعم كيف. طبعا رايك فيه؟ لا والله رهيب صراحة مرة يعني عجبتني الحركة. إذا هو يقدر وحس أنه هذول الناس قاعدين يشتغلون ومو قاعدين يحصلون على قد أو على قدر تعبهم، بالعكس أنا أشوف أنه سوى خير وحلو. أنا دائما مع موضوع التب أو موضوع البقشيش خلنا نقول زي ما قالوا في الخبر، لأنه حرام يعني هذول الناس اللي تشتغل في المينيموم ويج أو ذوي الدخل المحدود خلنا نقول عندهم أسر عندهم عائلات ورواتبهم ما تكفي وهم يعني ترى أغلبهم يعتمدون على التب أو على الإكرامية أو وات أفر يسمونها يعني لها أسماء مرة كثير. فأعتقد أن إذا كانت خدمته كويسة كان مبتسم كان لطيف قدم لك الخدمة زي كما يجب ليش لا. بس 16,000 دولار صح كانت؟ إيه. لا أمها ترى في بالخارج بالذات يمكن إحنا عندنا في البلاد العربية ما عندنا هذا الشيء، في بالخارج هو يعتمد على البخشيش وظيفته كلها معتمد ما عنده راتب عنده بخشيش يأخذ. لا لا عندهم رواتب عندهم في 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 عالم في بعض المطاعم ممكن بعض المطاعم اللي تكون ما أعرف صراحة بس أنا أتوقع يعني 90% من المطاعم لا عندهم رواتب بس تكون رواتب رمزية جدا ضعيفة. إيه رمزية فهم فعلا يعتمدون عشان كذا السيرفيس عندهم تكون هم يعني صاحب المطعم تكون فكرته أنه يبغاهم يكونون مرة حليلين مع الزبائن مرة مبتسمين ويجون بروح حلوة لأن الكاستمر على قد ما ينبسط على قد ما راح يرجع مرة ثانية يكرر التجربة. بالضبط. الله يكثر من أمثاله. مشاهدينا فقرات سيدتي مستمرة معاكم ولكن بعد فاصل قصير. الغرور صفة منبوذة لدى الجميع، ما علاماتها وكيف تنبت؟ لطالما سمعنا أن سبب عداوة إبليس لبني آدم كانت بسبب غرور ورفضه السجود لآدم لأنه اعتقد أنه أصل النار وأفضل أجل من أصل التراب، وتعتبر في الفلسفة شكل من أشكال عبادة الذات والتي تقود الإنسان إلى الأنانية والكبرياء، وهو اعتقاد أو طريقة في التصرف مرتبطة بالفخر بمظهرك أو حالتك أو إنجازاتك أو حتى قدراتك واللي ممكن تكون لا قيمة لها.
فطبعا اتوقع عرفتوا سالفتنا اليوم مشاهدينا، راح نحكي انا وأودي اليوم معاكم عن الغرور. طبعا خليني اقول لك شيء، ما في كثير من الناس يخلطون بين حب الذات او الانا او الغرور، بس خلونا نوضح لكم اياها بشكل مبسط. يعني يقول لكم حب الذات يعني حمايه النفس، فبالتالي القاء اللوم على الاخرين، والانا تعزز الاعتزاز بالنفس واحترام الذات دون إظهار هذا الاعتزاز، أي أنه شعور داخلي يتملك الشخص، بينما الغرور هو الغطرسة وهو اللي نهانا عنها عليه الصلاة والسلام. الصفة الأساسية في الغرور هي الأنانية، لأنه عاشق لنفسه ويشوف نفسه الأفضل بكل شيء، أفضل أجمل أحسن أسنع بكل شيء، يشوف نفسه دائما الأول، وأن الناس دائما تكون أقل منه، وهذا الشعور يبيح للنفس استغلال الناس والسخرية منهم والتقليل من شأنهم. يعني الغرور متشعب خلنا نقول، وفي ناس كثير تخلط بينه وبين حب الذات أو حب النفس، بينه وبين الكبرياء، بينه وبين يعني التفاخر، أو بينه وبين أن الواحد يكون فخور بنفسه أو إنجازاته. مو كلها غرور، بس فعلا الناس ممكن أنها تتلخبط. عشان كذا خلونا نتناقش في موضوع الشخصية المغرورة بحد ذاتها والفرق بينها وبين حب الذات. طبعا زي ما قلنا شعرة، ودائما المغرور حياته ما فيها ألوان، طبعا هي مجرد الأبيض والأسود. طبعا إيش رأيكم، أو هل تعتقدون أنه ممكن يكون مغرور بشيء دون شيء ويكون عنده مشاعر مختلطة بين الغرور وحب الذات والثقة بالنفس، أو أنه يكون بس مغرور؟ إيش رأيك، إيش تحسين يعني أنت من وجهة نظرك؟ ما أدري، أنا أحس الغرور شيء ثاني. يعني الغرور أحس الشخص أنه دائما يشوف نفسه متعالي على العالم والناس، لو انه غلطان ما يرضى احد يعدل له غلطه، لو انه مثلا في نقاش معين ما يبغى احد يناقشه بشيء معين، دائما يشوف نفسه انه هو أحسن. انا صح، انا احسن، انا افضل، انا ما اتكلم مع فلان، فانت يا فلان اللي انت معي لا تتكلم مع فلان لانك انت محسوب علي. اشوف كذا الغرور. طيب خلينا بينما حب الذات احس انه ممكن يحب نفسه، مو عيب الشخص يحب نفسه بطريقه معينه بس ما يتعداها. بالعكس، يعني حب الذات، يعني فعلا حب الذات هذا شيء ترى ايجابي. انا دائما اشوف ان حب الذات شيء ايجابي. انا احس اللي لازم ما يحب نفسه ما راح يقدر يحب الناس اللي حوله. طبعا اذا انت طبيعي. ما حبيت نفسك كيف بتحب الناس اللي حولك؟ طبيعي. يعني انا كذا اشوفه، عرفتي، ما احس انه عيب ولا احس انه غلط الشخص يحب نفسه. طب خلينا اقول لك عن شخصيه المغرور هذا. طبعا يقول لك، يقولون في الابحاث ان الشخص المغرور، مو ضروري ترى اتفق مع الكلام اللي انا قاعده اقوله، يهتم الشخص المغرور بمظهره واناقته بشكل كبير، لانه حاب يظهر بشكل معين في عيون الاخرين، ودائما يفكر كيف يثير اعجاب الناس، ويستفزه التجاهل من قبل الناس ويغضبه النقد، فهو ما يبي يسمع غير المدح وكلمات الاعجاب، يعني ما يقبل الانتقاد بشكل او اخر. ما هو شرط صراحة، من ناحية يهتم بشكله أو بمظهره، أعتقد كلنا نهتم بشكلنا ومنظرنا، ما أعتقد أن في أحد ما يهتم إلا يعني أقلية. موضوع أن بس يبغى مدح هنا مربط الفرس، لا مو تبغى تسمع مدح، لا عادي، في ترى يعني لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. صح. فعشان كذا الشخص المغرور ممكن أنا أتفق مع هالنقطة، موضوع أن إذا أحد مثلا قال له والله لبسك كذا ولا شكلك كذا ولا كلامك كذا ولا أنت غلط، هذا كله انتقادات ما يقبل ويزعل ويشوف نفسه ولا يسوي مشكلة. يا ما حتى بعض الناس مو ما فيهم غرور بس ما يتقبل، هي شخصيات. طبعا لا انا ما قلت هذه الصفه بس عند المغرورين، لا انا قلت هذه من صفات المغرورين، يعني موجوده هنا وموجوده هنا، موجوده عند المغرورين وموجوده عند غير المغرورين، بس هي من صفات المغرورين في وجهه نظري في الاخير. المدح وكلمات الاعجاب هذه لازم يسمعها، واذا ما سمعها يعني يا مدحوني ولا بزعل. هذا بنزين حياته ولا ايش؟ هذا البنزين حق حياته. اي هو ليش يستانس يستمتع، لازم يحس ان كل الناس اللي حوله قاعد تمدحه، يحس نفسه اخر حبه. هو اللي يحس نفسه آخر حبة. وخلينا نزيد على موضوع آخر حبة، اللي يشوف نفسه محور الكون، يعني كل ما قلتي شيء ولا سويتي شيء أنت قصدك علي، أنت قصدك أنا، أنت سواء شيء إيجابي ولا شيء سلبي. صح. يحسب أن العالم كلها قاعدة تفكر فيه وتقصده، وهو المقصود وهو الوحيد اللي موجود على وجه الأرض. طبعا كمان يقول لك المغرور غالبا شخص ابتزازي ووصولي، ويسعى للاستفادة من مزايا الآخرين أو كمان ظروفهم
لاحظوا على ظروفهم حطوا خطين عشان يحقق مصالحه الشخصية. هذا الشخصية المغرورة كمان تتصف بهالصفة، استغلالي. استغلالي جدا، استغلالي بالضبط، المغرور. يعني هذه من صفاته، هذه من صفاته 100%. مع انه في ناس مستغلة بس ما هي مغرورة. احنا هذه الصفات كذا، شوف الصفات ما نقدر إيه، انا قاعد اقول لك انه في ناس مستغلة بس ما هي مغرورة، في ناس صدق إيه. هذه من صفات، اذا برزت هذه المجموعة اللي قاعد تقولها مها الحين، فاحس انه صدق هذه هي شخصية المغرور. بس اذا كانت في وحده كذا شاطحه طالعه ما احس انه بالضبط. الشخص المغرور دائما ما يعطي قيمه لافعاله وكلماته وتصرفاته، وينزل من قيمه اللي حوله، الناس اللي حوله. المغرور دائما يحس انه اذا سوى شيء، ترى انا اليوم جبت لك كاس مويه، ها لا تنسين. لا والله انا هذه دائما اقولها، ها يعني لا يعني ايش تقوليها، مزح ولا صدق؟ انت صدق تقولها صدق مغروره يعني انت؟ لا ماني مغروره. لا انت لا اعترفي والله العظيم اني تشوفيني مغروره معها، ما ادري علي وركم ربي معها. طيب دائما اقول تعال جبت لكم قهوه، ها نسيت لا تنسونها احسبوها. طيب عشان نجيب لك قهوه ثانيه يوم. اوكي لا وصلت وصلت. لا يعتبر انه هذا غرور عادي. طيب طيب المغرور زي ما قلنا لما يجي يقول انا سويت، انا حطيت، انا فعلت، انا مدري ايش، وانت ما سويت وانت ما حطيت، ولا اصلا انا اسوي الاشياء احسن منك ولا افضل منك، هذه صفه الغرور، يعني هذه 100% غرور. طب خليني اقول لك انه في كثير من الناس يتساءلون حول شخصيه بعض الاشخاص اللي في محيطهم اذا كانوا مغرورين او مجرد اشخاص عاديين. عشان كذا في كاتب اسمه كيندل توماس حط عدد من الصفات اللي من خلالها ممكن نتعرف على علامات الغرور اذا كان الشخص مغرور ولا لا. وهذه العلامات خليني اقول لكم، اول علامه في علاقة الشخصيه يركز دائما على نفسه وعلى ذاته اكثر من الاشخاص المحيطين فيه. يكون عند المغرور مشاكل في الحفاظ على علاقته الشخصية بشكل طبيعي معها. أنا بقولها وأنت قولي لي إذا أنت تحسين أنه صح هذه من علامات الغرور أو لا. أوكي. طيب يقولك نقص الوعي النفسي، أنه ما يعي بنفسيته ونفسية الناس اللي حوله، صعوبة في إبداء التعاطف خصوصا في المواقف اللي تتطلب التعاطف مثل موت والد أو والدة الشريك أو غيره، هو ما يتعاطف قلبه حجر، فرط الحساسية لأي نقد أو إهانة. شوف التناقض في الأول، يقول لك أنه ما عنده أي عاطفة إذا مات أحد حاله أو في مشاعر حاله، وبعدين يقول لك أنه عنده حساس. فرط إيه؟ لا حساسية حساس. من الناس حساسية إذا شيء يخصه على نفسه. إيه؟ أما الشيء يخص الناس الثانية أنا ما أهتم ولا أدخل فيه. عدم الشعور في الذنب نتيجة أي فعل يفعله، لغة جسد متعجرفة، وممكن ملاحظة لغة الجسد بشكل واضح من خلال تعابير الوجه. أقول هذه النقطة بشكل مبسط، في ناس ما هم مغرورين بس يحبون يسوون دور المغرورين. ليش؟ تحس أنه إذا أنا كنت شخص مغرور أنا في هالة حولي، الناس تلتفت لي، الناس تبي قربي، أتنشن يعني. بالضبط، مع أنه هذه المعلومة مرة غلط، أنا ما أشوف أنها هي صح أبدا. الغرور دائما ينفر الناس من حالك. يقولك يكره الأشخاص اللي ما يعجبون فيه، وممكن اي وممكن يحطهم بالقائمه السوداء بلاك ليست على طول. يتظاهر بانه اكثر اهميه من الشيء اللي هو عليه، يعني يمكن هو يكون شخص عادي بس يقول انا سويت، انا عندي، يعني كذب بالعربي. المفاخره بنفسه والمبالغه في الفخر بانجازاته، يدعي انه خبير في اشياء كثيره يكثرهم. عندهم صعوبه للنظر للعالم من منظور الاخرين، حدود محدده نظرته بشكل مقصور، يعني ما يقدر يناظر الناس نظره شموليه العالم. عنده صعوبة في الندم على فعل أو أي جرح أو إهانة غيره، هذه ما فهمتها صراحة. عنده صعوبة في الندم على فعل أو يعني جرح، إذا جرح أحد بكلامه وكذا ما يندم، يعني أحس أنه ما عنده صعوبة، عنده سهولة أنه يجرح غيره، مرة سهل الموضوع. أي ما يندم. طيب هو نفس الكلام ترى بس بطريقة مختلفة. أوكي. وأخيرا شيء عنده صعوبة في الامتنان بشكر غيره، ما يقدر يقول شكرا، ما يقدر يقول شكرا، يحس أنه هذا الشيء واجب على الشخص اللي قدامه أنه هو يسوي له. يعني المغرور شخصية يعني بغيضة، خلنا نقول أنا في وجهة نظري المغرور هو الشخص اللي دائما يتفاخر بإنجازات غيره. يعني أنا أبوي سوى، طيب وش دخلني في أبوك، أنا أمي بنت فلانة. أيوة. أنا أبوي، أنت ما تعرف مدري إيش، لا أنا ما أعرف، أنا ما يهمني أعرف ولا يهمني. أوكي ونعم في أمك ونعم في أبوك ونعم، بس أنت ما سويت هذا الإنجاز، أنت انولدت بهذا الاسم، خلنا نقول أنت انولدت في هذا المكان، أنت انولدت بهذا اللقب، ما لي علاقة فيه، أنت إيش سويت، أنت إيش درست، أنت إيش حققت،
لذاتك، انت تتفاخر بايش؟ قاعد تتفاخر عشان والله اللاست نيم حقك حق ابوك؟ يعني ما لك علاقه، انت صدفه ترى جيت. يعني لا تتفاخرون بانجازات غيركم. حلو ان الواحد انا فخوره بابوي، انا فخوره بامي، بس ما انسبها لنفسي. ما اقول يعني ما اجي اشوف نفسي على الناس عشان والله الوالد كذا ولا الوالده كذا ولا اختي كذا ولا اخوي كذا. انا احس ان هذا الشيء قمه الغرور وقمه العجرفه وقمه الجهل. خلينا نقول اكيد ما انا معك بهذا الموضوع كله، ومن تواضع لله رفعه. مشاهدين اكيد احنا مستمرين معاكم، ولكن بعد فاصل قصير. ما تأثير الغرور على العلاقات الاجتماعية؟ ورجعنا لكم من جديد نكمل معاكم سالفتنا. في هذه الجزئية راح نتكلم عن الغرور في العلاقات الشخصية. الشخص المغرور عنده حب لذاته بشكل مفرط، ويصب كل تركيزه على نفسه حيث يثير إعجاب الآخرين. ايش رايك مها؟ ممكن في غرور. يعني دائما في طرف، دائما نسمع يعني في علاقات خلينا نقول الزوجية، العلاقات الرومانسية، دائما في شخص يحب ياخذ 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 ياخذ، ما يحب يعطي. اللي يحب ياخذ هذا انا احس ان شخصيته لها علاقه بالغرور، اذا ما كان هو يعني بحد ذاته مغرور. يمكن ما يكون غرور، ما يمكن يكون الانا عنده مرتفع، نرجسي. يا اختي كل الطرق تؤدي الى روما، النرجسيه، الغرور، حب الذات، الانا، كل هذه الاشياء لكنها تتفاوت. ترى احنا ما نقدر نعمم، ما نقدر نقول خاص الشخص المغرور خلينا نقول انه انسان مره سيء وكريه وكذا. في ممكن في ناس عندهم غرور في لحظات كذا، لحظات بس، في مواقف معينة. في ناس تكون مغرورة مع أشخاص معينين، مو كل الناس. فهمت إيش أقصد؟ يعني مثلا الشخص اللي يشوف نفسه أو يكون مغرور مع الناس، يمكن حكينا قبل الهوى، مع الناس اللي أقل منه، مع الناس اللي أضعف منه، سواء في العمر، في المادة، في الباور، في البوزيشن، في الحالة الاجتماعية. هذا يكون شخص يعني وصل إلى مرحلة مرضية ويحتاج علاج. صح. لأن ما في إنسان طبيعي يشوف نفسه على شخص أضعف منه. إذا بتشوف نفسك أو بتبغى توري إنجازاتك ووضعك وشكلك وإلى آخره بصفة الغرور خلنا نقول على شخص زيك أو أحسن منك، بس ما تجي عند احد اقل منك. صح. او حتى يمها بعض الاحيان نلقى ناس اشخاص ضربت حظ فرصه اخذها وصار معاه شيء ما كان كويس، فجاه الشخص لقيت تغير شخصيته ويدخل الغرور. زي ناس كثيرين حديثي نعمه يعتبرون، صحيح، باخلاقهم بشخصياتهم بصفاتهم. او حتى بعض البنات لما تكون مثلا كانت دبدوبه وبعدين نحفت تعيش الدوت بما تكلم احد، تقاطع صديقاتها، مثلا فلانه تزوجت فلان من الناس، تقوم تشوف نفسها وتقاطع كل صديقاتها. هذا بعد نوع من انواع الغرور انا اشوفه. بس خلوني اقول لكم انه في علماء النفس يشوفون من خلال الدراسات الطوليه اللي قامت على شريحه كبيره من الناس انه الاطفال ما عندهم صفة الغرور، ويظهر الغرور في بدايات سن المراهقة المبكر وممكن يستمر حتى آخر العمر. معناته أنه ما هي صفة مكتسبة تعتبر، ما تجي وراثة. أي يعني الفطرة، يعني الأهل هم اللي يعلمون الأطفال، يعززونها في الأطفال. صحيح، أنا ممكن أتفق مع هالنقطة فعلا، لأن نشوف مثلا أمهات أو آباء مع الأطفال الصغار لا تكلم كذا، لا تمشي مع كذا. ليش؟ عشانهم مثلا اقل منا. صح. عشانهم مثلا هذول اطفال يعني بسيطين او اطفال وات ايفر. يعني ابسط شيء معها المايه، لما يجيبها الطفل بيضره شيء؟ بابا لا تروح تجيب المايه، انا جايبت لك فلانه عشان تجيب لك المايه. اي صح، هذه نسمعها كثير. تعزز دي اشياء. صح. عند الاطفال مره اشياء بسيطه ممكن احنا ما نفهمها. مثلا الطفل حاس المكان، تعالي يا فلانه نظف المكان، غلط. هذه بعد تعز اشياء الغرور عند الاطفال. صح. خلوني اقول لك بعد ان الغرور في العاده يتم اكتسابه زي ما قلنا نتيجه تعزيز البيئه المحيطه في شخص من العائله واصدقائه والمدرسين، فتقوم البيئه المحيطه برفع مستويات الانا عند بعض الاشخاص اللي يخليه يشوف نفسه افضل من غيره. والمثل اللي قلناه حق الاطفال هذا مثل بسيط قاعد يصير قدامنا دائما في كل البيوت. يعني احس ان هذا الشيء ترى مشترك بين المدرسه وبين العائله.
والعائلة احنا ما نتكلم بس الأم والأب، يعني إذا كانوا هم كذا كلهم فالله يعينه، يعني الطفل راح يكبر ويصير زيهم. وأنا أتوقع أنه ما في أم سوية عاقلة فاهمة الدنيا صح، حتى لو كان بدال الناني خلنا نقول الوحدة عندها 10، أو أنه مثلا صح حتى البنت أو الولد سواء، حلو أنهم يكونون يعتمدون على نفسهم شوي، يكون عندهم مسؤولية، حلو نقل شخصياتهم بالضبط. لا وحلو أن يتربع الاحترام على الرفق، انه ما يوصل لمرحله الغطرسه. خلوني اقول لكم انه بعد في يرى العالم عالم من العلوم الانسانيه بو جاكسون انه مشكله العلاقات مع المغرور تكمن في الغطرسه، والغطرسه تكون من خلال معامله الشخص للناس. فنرى على سبيل المثال ان بعض الاشخاص يخفف من غطرسته وغروره مع شريك حياته، ولكن يتغطرس مع عائله الشريك الزوجي، واحيانا لا يمكن السيطره على الغرور فيتغطرس على نفس الشريك الزوجي. الله يعين ذي الشخصيات، يعني يشوف نفسه على زوجها أو زوجته، يعني بعضهم لما تتزوج مثلا واحد تشوف نفسها على حمولتها. لا هذه الناس عندها مشاكل يا أودي، لكن خليني بقول لك في نقطة بعد مرة مهمة من مظاهر الغرور في العلاقات. لما الشخص ينجح في دراسته أو يشتهر لأي سبب كان، يغتر على المقربين منه أو زي ما نحكي بالعامية يشوف نفسه. طبعا هذا الكلام يعتمد على الشخصية في الأخير، يعني الكلام حتى اللي قلتيه أنت يا أودي في بداية الموضوع هذا ما هو الكل، احنا ما نتكلم بشكل عام، احنا نتكلم بشكل خاص، يعني بعض الناس بعض الشخصيات اللي قابلة عندها هذه القابلية انها يكون عندها شوفة النفس او انها تشوف الناس اقل منها لاي سبب كان. معني انا ما اشوف ان اي احد عنده الحقية انه يشوف نفسه على اي احد. صح انا معك بهذا الشيء. يقول لك بعد في دراسة وجدت قامت بها جامعة اكسفورد عام 2012 سوري، أن الآباء اللي يصبحون أولادهم أطباء هم أكثر الآباء غرور. والله يحق له، ويجب التنويه أنه في فرق بين المفاخرة في الأبناء وبين الغرور. طبعا في فرق. لا في فرق لما يجي الشخص يقول لك والله في مجلس مثلا انا واولدي كذا، انا بنتي كذا، انا كذا، انا افتخر فيهم، افتخر بانجازاتهم. طبيعي اجل ليش احنا نسوي انجازات؟ ليش احنا نتعب على انفسنا؟ ليش احنا ندخل مدارس معينه؟ ليش اجيب مدرسين؟ طبيعي 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 طبيعي، هذا الشيء طبيعي. لكن هم قصدهم في هذا الموضوع بالتحديد خلينا نقول هو طريقة الشخص في طرح هذا الموضوع، طريقتك في توصيل الفكرة للناس ترى تفرق. دائما اقول هالكلمه، اتس نوت وات يو سي اتس هاو يو سي ات. ما يفرق انت ايش قاعد تقول لي، اللي يفرق انت كيف قاعد تقول لي اياها. يمكن تقول لي انه انا طبيب، انا اخذت 5 دكتوراه في اصعب المجالات، بس كيف تقولها؟ يعني في فرق لما تكون أنت مفتخر بنفسك، وفي فرق لما أنت تكون مغرور. في دراسة ثانية خلنا نقول لك إياها، ويمكن هذه تقريبا آخر دراسة حنحكي عنها اليوم. يقول لك الأشخاص اللي يكون عندهم أقارب في مناصب مرموقة يتغيرون على الناس اللي حولهم أو مجتمعهم، فيصيرون مغرورين رغم أن القريب اللي في المنصب المرموق ممكن يكون قريب من الدرجة الثالثة أو الأبعد وليس الأولى، ويمكن حتى ما يعرف أسمائهم، بس أنه عشان توافق الأسامي أو صح. أنهم يشبهون بعض. هذه نفس سالفة أنا بنت عام خال جد مدري مين ماخذ فلان الفلاني، شافت نفسها. طب أنت وش دخلك بفلان عم جد خال عم صح ولا لا؟ في كثير ذي النوعية، بس هي عندها طفرة الغرور هذه تبي تطلعها بأي طريقة، فلقيت لها مكان. وهذه المشكلة. طبعا احنا خلينا نركز شوي قبل ما ننهي هذه الفقرة يا أودي مع المشاهدين على موضوع تربية الأبناء، وقد ايش قبل شوي كنا نحكي ان الصفة هذه مكتسبة. صح. خلاص اتفقنا على هذه، وطبعا بناء على دراسات وأبحاث أقيمت ان فعلا هذا الشيء مكتسب. يقول لك الآباء المغرورين ممكن انهم يكون عندهم أطفال مغرورين، مو من باب ان جينات، مو من باب وراثة، من باب انهم تعودوا. ايش رايك؟ ما أعرف ما. تتفقين؟ يعني إذا الأم والأب مغرورين ضروري أن الأطفال يصيرون مغرورين؟ لا أنا ما أحس أنه لها دخل، يعني إلا إذا الأم والأب زرعوها في أطفالهم، أعطاهم الأشياء اللي تساعدهم أن يكون شخص مغرور، يعني أنا كذا أحسها. بعدين يقول لك في نقطة مهمة، في كثير من الأطفال، مو الأطفال خلينا نقول الآباء، لما يجون يربون عيالهم يغترون على تربية أهاليهم لهم، فقول أنا بربي عيالي بالطريقة الفلانية اللي ما عجبتني فيها تربية أمي وأبوي. ترى هذا تعتبر بعد نوع من أنواع الغرور.
نوع من انواع الغرور فعلا. لكن في موضوع بعد مره مهم على للاطفال بالتحديد، تحسين انه لو تربوا على هالطريقه، طريقة الغرور وأنهم يشوفون أنفسهم وأنه ما يتقبلون الانتقاد، لاحظي في جوانب مرة كثير حكينا فيها أنها ممكن أنها تسبب لهم أمراض نفسية في المستقبل. أكيد مها، شوفي أنا أحس كل أم أو كل أبو أو كل ولي أمر يحب طفلة لازم ينمي فيه أشياء حلوة، ما ينمي فيه أشياء بكرة تتعبه مع الوقت. أنا لما أحط في طفلي صفة الغرور، طب أنا ما أضمن بكرة المحيط المجتمع اللي هو يعيشه وشه، يمكن ناس ضايقة تنكد عليه، ما يعطون الأشياء الكلام اللي هو يحتاجه أو اللي هو يبغاه، المجتمعات مختلفة. فإذا أنت أم حريصة حتى لو أنت فيك غرور وعاجبك غرورك ومبسوطة عليه، لا تنمين هذا الشيء في طفلك. إذا أنت لقيتي ناس تساعدك في غرورك، ترى يمكن طفلك ما يلقى ناس تساعده في غروره، وممكن يتعب. صح، مع الوقت يتعب. يمكن يتعب إذا كبر، ما تدرين المجتمع اللي هو يعيشه وشه. زي الأطفال أو حتى الكبار الحين يمكن نشوف إذا ما جاء على كيفي ما بيه، يعني وكمان يخربون على أنفسهم كثير في حياتهم. خليني بقول لك على آخر نقطة اليوم أو في هذه الفقرة، خلينا نقول وجدت الأبحاث أن أبناء الآباء المغرورين يعانون من الإساءة النرجسية، والإساءة النرجسية هي نوع من الإساءات العاطفية الناتجة من أشخاص مغرورين، حيث أن أبنائهم يعانون من المشكلة في الاعتماد على الذات في مرحلة البلوغ ومشاكل في تقدير الذات، وأخيرا يفشل في علاقاته الاجتماعية وحتى الزوجية، يعني ما يتقبل أن أحد يجي يقول له لا، ما يتقبل أن أحد يجي يقول له خطأ ولا مو بزين ولا شين ولا لا، أنه أنا أحسن واحد في العالم، أنا ما أغلط، أنا ما أعتذر، أنا ما أقول كلام زين، أنا ما أمشي مع مدري مين. الحديث يطول في هذا الموضوع، وطبعا يعني هذه يمكن آخر نقطة في هذه الجزئية أودي، بس خلينا نطلع فاصل مع المشاهدين وبعدين نكمل. ما هي علاقة الثقافة بالغرور، وهل يمكن أن يتحول إلى مرض؟ ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وراح نكمل في آخر جزئية من سالفتنا اليوم. وفي هالجزئية زي ما قلنا راح نحكي عن علاقة الغرور بالثقافة. طبعا في مقولة يمكن كثير نسمعها وللأسف أنا يعني ما أتفق معها، يقولون دائما نقرأ كم كتاب وجاي يتفلسف علينا. هل تتوقعون أن هذه المقولة صحيحة؟ خلوني أجاوب على هالسؤال، أنا ما أتوقع هالمقولة صحيحة، لأن اللي يقرأ أحسن ما يقرأ، يعني أنت قاعد جاهل ما قريت ولا تقفت وتبغى تتفلسف، ما يحق لك تتفلسف. الشخص اللي يحق له يتفلسف الشخص اللي يقرأ والمطلع والمثقف. ما أدري، أنا عندي اختلاف معك، بس خليني أوضحها. يقول لك ظهر في القرن الماضي مصطلح الثقافة النرجسية اللي تصف غرور الأشخاص المثقفين، حيث يرى المؤرخ والناقد كريستوفر لاش أن الثقافة تجعل الشخص مغرور لأنه يسعى أن يكون رمز الثروة. بس شوفوا اللي راح يمشي فيها الطريقة كيف راح يمشي فيها، حيث أن الشخص يتعلم قليلا ثم يغتر يصير مغرور، وبعدين يتعلم أكثر فيضطرب اضطراب نفسي وعقائدي، بعدين يتعمق في العلم أكثر وراح يرجع يتواضع ألين ما يوصل لمرحلة النهاية فيقتنع أنه ما تعلم شيء. شوفي هنا المقصد لما أقول جاء قرأ كم كتاب ويتفلسف، في بعض الأشخاص المغرورين مها بطريقة مقززة بطريقة مستفزة البعض، كل شيء متفلسف فيه، كل شيء فاهم فيه، كل شيء يدري. حتى لو قرأ الكتاب، طب يمكن معلومات الكتاب غلط، ترى الكتاب مو قرآن اللي انت قاعد تقرأ، مو منزل، أكيد اللي كاتبه واحد كاتب، فيمكن تكون في معلومات غلط. لما تلاحظين أنه يصير نقاش مع أي شخص ثاني تلقينا يستفز، تلقينا يحس أنه هو العالم، هو الداري، هو الفاهم، هو اللي فهمتي؟ حلو. لا، هذا شيء ثاني احنا قاعدين نتكلم عنه. لما الشخص يتفلسف زي ما يسمونها، ترى الفلسفة شيء جميل، أنا أحب الفلسفة، أعشق الفلسفة على فكرة، والفلسفة بالعكس يعني أن الشخص هذا مطلع مثقف، يعرف حتى لو يعني كلمة واحدة عن أي موضوع، بالعكس هذا شيء جميل وإنسان interesting، إنسان أنا أبغى أجلس أسمع منه. طب هو قرأ 200 كتاب، أنا قريت كتابين في حياتي مثلاً، أبغى أسمع هو إيش قرأ، حتى لو غلط أبغى أسمع، أبغى أشوف وجهات نظرات العالم، مو شرط أقتنع. الشخص اللي يبغى يقنع، أنت يعني الحين قلتي نقطة مرة مهمة بعد، أنه يعني يزعل لو قلتي له لا مو بصح، والكتاب فعلا مو بقرآن، ما هو بشرط، يعني الكتاب ترى آدم اللي كتبه إنسان، بس مبني ممكن يكون على أبحاث على شيء، في حال أنه كان كتاب موثوق فيه ممكن غلط، مو ضروري أنه إحنا نتفق.
ومو ضروري انه انا احاول اقنع، انا بقول المعلومات اللي عندي او بقول الشيء اللي انا اؤمن فيه او الشيء اللي انا احسه او الشيء اللي انا قريته او المعلومه اللي عندي، وتبي تقتنع اقتنع، ما تبي تقتنع مو بضروري. الشخص اللي ينشف حلقك ويقول لك لا انا كلامي صح، هنا عندنا مشكله في هذا البارت، هذه الجزئيه عندنا مشكله، مو ضروري تقنعني. يعني الشخص فعلا اللي يجي يقول لك يا انا كلامي صح وانتم كلامكم كله غلط، هنا عندنا لا معليش، هنا ستوب، لو سمحت راجع حساباتك صح. مو على كيفك، بس انه والله يبغى يتفلسف خليه يتفلسف، الحمد لله يعني عادي، يا كثرهم اللي يتفلسفون كل يوم. جت على اني اقرا كتاب ولا كتابين بالضبط، ما جت على هذا، خليه يتفلسف، حلو ان الواحد يكون مطلع، ليش لا. طيب خلينا نقول على الابحاث النفسيه ايش قالت. الابحاث النفسيه تقول ان الاشخاص اللي يتثقفون قليلا يتفلسفون كثيرا، وان الاطباء في بالذات يعني هم الاكثر غرور اثناء الدراسه في الجامعه، ومن بعد سنوات من بعد التخرج من الجامعه ممكن انهم يصيرون اشخاص متواضعين. طبعا ما احس، لا احس بالعكس، الاطباء شخصياتهم يعني يمكن انا الاطباء اللي في حياتي حليلين يعني، لا مبشر ما له علاقه، الاطباء اللي في حياتنا خلاص صاروا اطباء وزاولوا مهنه. المقصود هنا مثلا الطالب اول ما يدخل الجامعه الطب يبدا يشوف نفسه انا دخل الا يا عم ملكل نقول ملكل. احنا قاعد طب احنا قاعدين نتكلم عن صفه الغرور، احنا قاعدين نتكلم على بعض الناس اللي عندهم اضطرابات في الغرور. ممكن يدخل مثلا الجامعه قسم الطب ولا قسم اي قسم ثاني يبدا يشوف نفسه انه ارتفعت عنده الغرور، شافت النفس، النعره، هذه الامور كلها. بس خليني اقول لك انه في ابحاث، في كاتب اسمه جون بانية في كتابه الأخطاء الطبية وضح فيها والنرجسية الطبية أن الأطباء ما هم متواضعين للتنازل والكشف عن الأخطاء الطبية، فهم دائما عندهم احترام عالي لذواتهم وتأكيد مستمر لمدى كفاءتهم، مما يجعلهم في النهاية يقعون في فخ الغرور، وحتى أنه هذا الفخ يقع فيه أطباء استثنائيين بعض الأحيان. حلو، انا يعني انا مستمتعه للامانه في هذا الموضوع. قاعدين نشوف زوايا ثغرات، قاعدين نشوف ثغرات، لكن في الغرور بصراحه انا اللي شد انتباهي اليوم في الغرور في بيئه العمل. طيب بيئه العمل اللي قاعدين نعيشها اليوم ونشوف يعني اشكال واشياء غريبه تصير، يقول لك قامت عدد من الدراسات حول سلوك العمل الغير منتج، واكتشفوا ان الشخص المغرور هو اقل انتاجيه لانه يكون عنده احترام لذاته، لكن ما هو الاحترام الايجابي، الاحترام للذات السلبي اللي يكون يوصل لمرحله الغرور، اللي انا احسن من الكل، انا افهم في كل شيء انتم ما تفهمون، ما يقبل المساعده خلينا نقول من الغير، ما يقبل النصائح من الغير، حتى لو ان الشخص اللي معاه او الزميل أو الزميلة يكون له سنوات أو خبرة في هذا المجال، ممكن أن يقول يعني أنت ما تفهم أنا أفهم مالك، ويسوي غلط ولا ويخش في عين الناس يقول أنا أسوي صح بالضبط لا، ويكون علاقات عدائية. فبيئة العمل منتي محتاجة تكونين علاقات عدائية، بيئة العمل أنت جاية بيئة عمل عشان تنتجين، لما تبغين تنتجين لازم تكونين شخص علاقتك صحية، كل الناس اللي حولك تكونين معاهم مغرورة، شايفة نفسك قاعدة في بيتكم، لا تروحين للناس، لا تشتغلين، أنت مغرورة، كيف تشتغلين؟ صح، كيف تكرفين؟ ما يصير، ما يصلح، ما ينفع. 100%. والله. طيب خليني أقول لك، في عام 1997 أجرى عالم النفس التنظيمي آلن داونز دراسة حول المدير المغرور أو النرجسي خلينا نقول، وجد أن المدراء المغرورين يستغلون منصبهم لاستغلال الشركة، فهم يحاولون الحصول على سيارات من الشركة وهواتف مدفوعة، يعني استغلال، يعني متسلق خلينا نقول زي ما قلنا في بداية السالفة، ويختارون أفضل المكاتب ويجعلون مكاتبهم أكثر تميز من باقي مكاتب الشركة وإلى آخره، مصرفون بالكهرباء وغير مبالين. طبعا ويقولون كمان، لازم أضيف هذه النقطة، أن المدير المغرور يقرب لهم من يثني عليه ويمدح إنجازاته ويبعد كل من ينتقده من الشركة أو يختلق عليه الأكاذيب. أكيد أني ببعد أي أحد يختلق عليه الأكاذيب، ما أحس أن هذه الجزئية أنا أختلف معها. شوفي لا، وأنا بعد أختلف معاهم لما يقولون أنه هو مثلا عنده منصب ويبغى أفضل مكتب، طبعا أنا عندي للمنصب أحتاج مكتب كويس يناسب منصبي، أنا بعد ما أقدر أخذ مكتب مع واحد موظف عندي، أنا ما أشوف أن هذا غرور لما الواحد يأخذ مكتبه الحالة يضبط مكتبه يصنع مكتبه، أبدا أنا ما أشوفه صراحة غرور. بس خلونا نتكلم بأنه في حالات قد يكون الغرور مرض، بعض الأشخاص يشوفون أن المغرور عنده صفات مميزة
نوعا ما ويحق له التفاخر فيها. وبعضهم يشوف أن المغرور شخصية تقدر وتحترم نفسه وعنده استحقاق نفسي عالي، علشان كذا لازم أنه يشوف نفسه أو أنه الناس تثني عليه. في كلمة ذكرتيني فيها دائما يمكن نقول لها شايفة نفسها بس على وشه، يعني أعطيني سبب واحد يخليني أشوف، يعني سبب واحد بس يخليني أقول إيه لا يحق لها تشوف نفسها. هذا استحقاق. لا 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 لا, لا معليش معليش دقيقة دقيقة، يا ما شفنا ذا الناس. أنا ما أدري عنك أودي صراحة، بس أنا عن نفسي واحدة شفت هذه العينات خلنا نقول بصراحة أنا كذا يعني قاعدة أقول يا ربي صادقة أنتي، صادقة تكلمين الناس كذا بطرف خشمك، صادقة أنت تعاملين الناس كلهم كأنهم يشتغلون عندك. نعم يعني صدق صدق في مرض. ناس بالضبط جبتي لنا على الموضوع اللي أنا أبي أقول لك إياه. الشخصية المغرورة يرمز لها في علم النفس NDP ويصنف العلماء الغرور والنرجسية في كتاب الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية أن الغرور اضطراب يحتاج إلى علاج نفسي مكثف، والمغرور لديه حاجة نفسية ملحة للفت الانتباه وإثارة الجدل وإثارة الإعجاب وإثارة، هذا يرجعنا ويدخلنا في دوامات ما لها أول ولا تالي. طبعا الموضوع صراحة أنه هنا هذا الجزء مرة ناسبني، مرة عجبني هذا الجزء، لأن فعليا يعني شوفي في ناس صراحة نشوفهم نقول والله يعني ما نقدر نقول أنه يعني أنا ما ودي صراحة أقول إنه شيء إيجابي، بس يحق لها يكون إيجابي. لا يحق لها يحق لها إيجابي. لا ليش يحق لها يعني ما شاء الله عندها وكذا وكذا، طالما هي ما تعدت على أحد. شوفي أنا ما أقول إنه عندها، طيب أنا أقول شخص تعب على نفسه. طيب هي شلون عندها؟ سرقت؟ لا تعبت على نفسها. سرقت؟ لا تعبت على نفسها. تعبت على نفسها هي عندها عشان تعبت على نفسها. في ناس تقول لك أنا بنت فلان من حقي أنا أشوف هذا نفسي. هذا اللي قبل شوي إحنا ذكرناه قبل خمس دقائق، قلناه قبل فاصل، لكن أنا أتكلم الحين عن هذه الشخصية اللي مثلا تجي ما عندها ولا شيء ولا حققت ولا شيء ولا تعبت على نفسها، عشان بس يعني ما تزعلين مني، ما حققت ولا شيء ولا عندها ولا شيء ولا تعرف حتى انها تتعامل مع الناس، وفوق هذا شايفه نفسها فوق هذا تتعامل مع الناس بفوقيه وتتكلم مع الناس انهم هم أسوأ حتى لو كانوا افضل منها او اكبر منها او خلينا نقول معاهم شهادات افضل منها او وصلوا او حققوا، مع ذلك هي شخصيتها كذا. نرجع نقول هذول الناس بالتحديد يؤدي عندهم اضطراب نفسي، ممكن أنه يكون في البداية نرجسية أنه أنا 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 أنا، بعدين تحول إلى هذا الاضطراب، ممكن يكون أنه زيادة attention بعدين تحول إلى هذا الاضطراب، وش رأيك؟ طيب خليني أقول لك كيف تعرفين الشخص المغرور؟ كيف أعرف؟ كيف تعرفينه؟ بسرعة تعرفينه؟ إذا كشيت منه وما أبغى أجلس معه يا حساساتسة عنك بدل. طيب خلوني أقول لكم، يقول لكم علماء النفس يقول لك يرى الأخصائيين النفسيين أنه أفضل طريقة لمعرفة المغرور هو سؤاله بشكل مباشر. أيوة. وعلى حسب رده أنا أعرف أنه هو مغرور ولا مو مغرور. لحظة إيش تسألين؟ مثلا أسأله هل أنت نرجسي؟ أنت مغرور؟ إذا جاوب مدة زمنية أقل من 20 ثانية فهو كذلك فعلا، وإن قال لا فهو كذلك. فالحكمة من هذا السؤال ليست الإجابة بل السرعة على الإجابة. حبيت يعني إذا قال إي بسرعة خلال 20 ثانية فهو صدق مغرور، إذا قال لا فهو صدق لا أنه مو مغرور. يعني قصدك ما تعطينا وقت أنه يفكر؟ أي أنه جاوب بسرعة يجاوب. الآن جاوب أي بسرعة يجاوب، يقول خلال 20 ثانية. أنا بطبق هذا. تخيلي معك كل ما شفت أحد أقول تعال أنت مغرور أنت نرجسي بسرعة بسرعة جاوب. معك 20 ثانية. معك 20 ثانية. مشاهدينا بكذا يكون خلصنا سالفتنا لليوم، خلونا نشوف بعد الفاصل. برنامج مهارتي في مدرستي تجاوز اختبارات الكاراتيه تحت إشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه. مع فترة الإجازة الصيفية الطويلة نلاحظ مدى اهتمام غالبية أولياء الأمور لتنمية مواهب ومهارات أطفالهم من خلال البحث عن المراكز والمعاهد الصيفية اللي تتميز بوجود عدة مسارات تتناسب مع ميول أبنائهم. معنا اليوم في هذه الفقرة نموذج لأحد هذه البرامج الصيفية المستحدثة والمميزة. يسعدنا طبعا الحديث عن تفاصيل مع ضيفتنا في الاستوديو زهور الغامدي المدير التنفيذي بمدارس منارات الرياض. أهلا وسهلا. حياك الله. هلا خليك. زهور شوي أعطينا نبذة عن برنامج مهارتي في مدرستي. برنامج مهاراتي في مناراتي هو برنامج ترفيهي تعليمي
موجه للفئة العمرية في الطفولة المبكرة من 5 إلى 8 سنوات، مقام في مدارس منارات الرياض. البرنامج يهتم بالمهارات الأساسية لدى الأطفال، بس نقدمها بطريقة تربوية ترفيهية جميلة لهم. طب الهدف؟ الهدف هو تأسيس المهارات الأساسية لهم، اللي هي القراءة، الكتابة، مهارات مخارج الأصوات الصحيحة، اللغة الإنجليزية والعربية، كذلك دعم المهارات التفكير العليا لدى الأطفال. وزي ما تعرفين في فترة الجائحة وانعزال الأطفال عن التواصل الاجتماعي، صح، مع أقرانهم، صح، مع الأماكن المفتوحة، أثر هذا الشيء كثير عليهم، صح، وعلى مهاراتهم. فحبينا أنه تكون لنا مبادرة في هذا المجال مع أطفالنا وطلابنا. أستاذة زهور، يعني غير أنك مديرة مدارس الرياض ما شاء الله، كمان أنت المشرفة على برنامج مهاراتي في مدرستي، فأكيد أنه في أقسام مختلفة في هذا البرنامج بالتحديد، كلمين عن هالأقسام. البرنامج حاولنا أنه يأخذ طابع اليوم الدراسي الطبيعي في المدرسة، وحاولنا نعطيه مسميات لطيفة لدى الأطفال. فمثلا الخوارزمي أخذ ملامح الحساب ومبادئ الجمع والطرح وتحليل الأرقام والهندسة. المكتشف أخذ ملامح معمل العلوم والمهارات العلمية للاكتشاف والتجارب البسيطة. I can learn حصة الإنجليزي ويتعلم فيها مفردات يستخدمها يوميا حواليه ومسميات يشوفها دائما. أنا عربي هي حصة اللغة العربية ويتعلم فيها المدود الطويلة والقصيرة، تركيب الكلمات، المخارج الصحيحة، طريقة الكتابة الصحيحة للكلمات. جميل. طيب كيف ممكن أسجل طفلي في هذا البرنامج؟ لما أعدينا البرنامج هذا سوينا إعلان بسيط، بصراحة يعني كان الاعتماد على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل العادية، والحمد لله انتشرت انتشار كبير، ما شاء الله، إما الحضور للمدرسة أو بوسائل التواصل الخاصة بالمدرسة ممكن التسجيل على البرنامج. حلو. يعني عادة هذه النشاطات، خلنا نقول، أو البرامج ما تكون في معاهد مختلفة، يعني نادر ما نشوفها في مدرسة، أو يمكن أنتم تقريبا أول مدرسة نشوفها فيه، فإيش معنى ليش ما كانت في معهد أو في مكان ثاني خصصتوا لها مبنى المدرسة بالتحديد؟ صحيح، تبقى المدرسة لها قدسيتها ولها هذا الطعم الخاص لها، خصوصا بعد الفترة هذه اللي انعزلوا أطفالنا وطلابنا، صح، وأبناؤنا وبناتنا عن التواجد في المكان هذا الجميل. المدرسة هي المكان اللي نظم يوم العائلة كلها، نظم الاستيقاظ والنوم والوجبة والمتعة واللعب. فحبينا في مدارس منارات الرياض أنه نعيد هذه اللمسة، نعيد هذا التاتش إلى وهذه الروح لمدارسنا وحتى لطلابنا يستمتعون فيها. كان هدفنا فيها أنه الأطفال اللي انقطعوا عن المدارس تقريبا سنة ونص نعيد لهم هذا الإحساس، هذا الجو، المعلمة والفصل وروتين الدراسي والأجواء الدراسية من خلال هذا البرنامج. طيب كيف شفتم إقبال الأطفال والأهالي على هذا البرنامج؟ والله ما توقعنا هذا الإقبال الكبير بصراحة. إحنا كنا مستعدين بالإعلان والدعايات قبل البرنامج بأسبوعين تقريبا، على أساس أنه حنحتاج وقت طويل عشان نعلن البرنامج. ثقة الناس في مدارس منارات الرياض والإقبال الشديد اللي قابلناه، كنا مستعدين لاستقبال 30 طفل، الحمد لله استقبلنا 70 طفل وهو ضعف العدد. أولياء الأمور كانوا سعيدين جدا بالبرنامج والفقرات والاستعدادات اللي شافوها، فالحمد لله هذا من فضل الله. يا أستاذة زهور، كثير أكيد الأمهات الحين خصوصا الأجيال هذه الجديدة، خلنا نقول يعني أمهات الصغار، خلنا نقول يهتمون في هذه الأشياء، يبغون ينمون مهارات الطفل، يدخلونهم برامج متنوعة، هواياتهم وإلى آخره، لكن يتفاجئون دائما
بالأسعار واللي يكون مبالغ فيها في بعض المعاهد وبعض البرامج الصيفية خلنا نقول. كمان نعرف أن الرسام عبد الله جابر يمكن عبر عن هذا الموضوع بأحدى رسوماته، فنبغى نعرف تعليقك. طبعا نعرف أن برنامجكم مجاني صحيح؟ صحيح. تعليقك على هالموضوع والأسعار. طيب أوجه تحية للفنان عبد الله جابر. أحيانا الصورة تعبر عن 1000 كلمة، تختصر 1000 كلمة. قد تكون هذه المراكز والمعاهد الصيفية هدفها الأساسي منها ربحي. مشروع مهاراتي في مدرستي هو أحد 5 برامج قدمتها مدارس منارات الرياض خلال هذه الإجازة الصيفية ومجانية بدون مدخول ربحي. زيها زي سابقتها شيء يذكر في مبادرة لنا في بداية العام الدراسي بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية بتوفير أو بإعداد حصص تقوية لطلاب أبناء الأسر المنتمية للجمعية من بداية العام الدراسي يومين يوم في الأسبوع. أنا من هذا المنبر أوصل هذه الرسالة لهذه المدارس وهذه المعاهد والمراكز. إحنا بعد الجائحة إحنا في حاجة إلى دعم المجتمع المحلي بمبادرات شبيهة بهذه المبادرة. وشيء جميل أن تكون مدارس منارات الرياض من المدارس الأولى في المبادرة هذه. جميل. طيب عشان نطمن الأهالي، إيش الإجراءات الاحترازية اللي أنتم تقومون فيها للأطفال وأهاليهم في حال جو يستلمونهم أو يأخذونهم؟ كيف إجراءات الدخول؟ كيف إجراءات التعامل المعلمات مع الأطفال؟ الملف هذا لوحده أخذ حيز كبير عندنا. عدينا ورشة عمل لمناقشة الإجراءات الاحترازية. إحنا نبغى المشروع يكون ناجح، ما يرجع للأهالي بمشكلة أو بحزن أو بإصابة أحد الأبناء أو الموظفين. فكان أول شيء جميع الطاقم من طاقم إداري أو أكاديمي أو خدمات مساندة محصن، التعقيم دوري دائما، فيه توعية دائمة للأطفال أثناء البرنامج بضرورة تعقيم اليدين، الالتزام بالكمامة، غسل اليدين، من الأمور أيضا اللي أضفناها للبرنامج وكانت هذه إضافة جميلة جدا. حرصنا على أنه كل طالب في البرنامج جهزنا له حقيبة فيها الوسائل عشان نضمن عدم تبادل الأطفال بالوسائل التعليمية، المكعبات اللي استخدموها أو قصاصات الورق أو أوراق العمل، كل طالب له حقيبة خاصة فيه جاهزة بكل وسيلة الحصة المقدمة له في هذا الوضع. بالإضافة لفقرة من اليوم الدراسي تكون توعية للطلاب ضرورة غسل اليدين والتعقيم، إذا حسيت بمشاعر مثلا حرارة أو حسيت بألم أفصح للمعلمة هي بتساعدك. التنظيم كان منظم، حرصنا على التباعد، حرصنا على المسافات في الفصول. الفصول في منارات الرياض كبيرة جدا وهذا شيء جدا ساعدنا. كان في تباعد، كان في تنظيم، الفصل الواحد فيه معلمتين قائمين على الطلاب لضمان السيطرة ولضمان التنظيم. بالنسبة للدخول والخروج يعني فيه موظفات مسؤولات عن متابعة دخول وخروج الأطفال إلى خروج آخر طفل واستلام. ما شاء الله. جميل، يعني مجهود كبير قاعدين تقومون فيه أستاذة زهور. للأمانة بالعكس شيء مشرف وعظيم اللي قاعدين تسوونه، عساكم على القوة زي ما يقولون. الله يخليك يا ربي. طب أستاذة زهور خلينا نتكلم عن موضوع التعامل مع الأطفال. يعني الأوريدي من غير جائحة وإحنا عارفين الأطفال ما شاء الله حركين وعندهم أنرجي وعندهم مشاعر مختلفة وإلى آخره، لهم سنة ونص قاعدين في بيوتهم ما شافوا أحد، حتى يمكن أخوانهم ولا عائلتهم من الدرجة الأولى ممكن ما شافوهم اللي ساكنين في بيوت مختلفة. خلينا نقول كيف تعاملتوا معهم؟ إيش التحديات؟ إيش الصعوبات اللي ممكن تواجهونها؟ كيف راح يكون التعامل؟ ممكن يكون حتى عندهم صدمة لأنهم في سن صغير وما هم يمكن مستوعبين الموضوع زي ما إحنا الكبار مستوعبينه. صحيح، هذا من الملفات اللي جهزناها قبل بداية البرنامج. إيش نتوقع تحديات وكيف نتصرف لو حصلت؟ وفعلا بصراحة حطينا لستة طويلة عريضة أنه ممكن نتوقع يحصل كذا، نتوقع يحصل كذا، وإيش الإجراءات مقابلها. لكن للأمانة الحمد لله مشت الأمور بسلام، ما كان عندنا يعني هذه المشاكل أو الإعاقات. من الأمور اللي فكرنا فيها الطفل هذا أو الطالب هذا اللي انقطع عن المجتمع والتواصل الاجتماعي لمدة تقريبا سنة ونص، كيف حينفصل عن أمه
وحيدخل هذا البرنامج. توقعنا انه اليوم الاول حيكون صعب على الاطفال وانفصالهم عن الامهات، لكن الاندماج كان جميل جدا. دخلت الطفل وانبهاره بالمكان. كنا حريصين على انه البيئه المدرسيه في منارات الرياض، الفصول ضخمه، الممرات ضخمه مهيبه شويه على الطفل، فاعدنا تهيئه المدرسه كامله وكأن الدراسه لم تنقطع عنها. البيئه المدرسيه تجهزت باللوحات، بالجرافيكس الصغيره، الالوان كانت ملفته جدا وكأن الدراسه لم تنقطع عن المبنى، فكانت مرحبه للاطفال. ايضا اعتمدنا كثير على انه التعلم داخل الكلاسات يكون التعلم باللعب. أنشط على طول الطفل، يعني على طول يتحرك. المعلومة لما تعطيها المعلمة بيطبق الطالب بيده، إما بقص ولصق، إما بالصلصال، إما بيقوم يتحرك بنفسه عشان يمثل المفهوم. فكانت العملية الحمد لله سلسة يعني، فما واجهنا الحمد لله أي تحديات صعبة. تقريبا كم كان ساعة البرنامج؟ البرنامج كان من الساعة 9 صباحا لحد 12:30 الظهر. حلو. كانت 6 حلقات يفصلها وقت الوجبة. زي ما قلت لك عطيناها طابع اليوم الدراسي، الحصص والانتقال من فصل دراسي من غرفة إلى غرفة، وكانت بعملية منظمة ومرتبة. وقت الوجبة اللي هي وقت الراحة برضو كانت المعلمات تتوقف على مع الأطفال، تراجع معهم القيم والأدبيات، إيش أقول قبل ما أكل، بعد ما أخلص إيش أقول، دعاء الخروج لأنه خرجنا من الفصل وانتقلنا إلى منطقة ثانية، دعاء الصباح، الأمور هذه. جميل. أستاذ زهور الغامدي، احنا تشرفنا كثير بتواجدك اليوم معنا، وفعلا نتمنى لكم كل التوفيق ومشكورين على كل الجهود. شكرا. الله يخليكي، انا تشرفت، شكرا جزيلا على هذه الفرصه، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم باقي فقراتنا، ولكن بعد الفاصل. مسك الخيرية تطلق برنامج اليوم الأول لتمكين ودعم الشباب والشابات في العمل. أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك عدد من البرامج الحديثة والتي تستهدف تمكين الشباب، واليوم نسلط الضوء على أحد هذه البرامج وهو برنامج اليوم الأول، والذي يهدف إلى تمكين الشباب في سن مبكر من تجربة المهنة التي تتناسب أو تناسب ميولهم، لدى أكثر من 60 مؤسسة من كبرى الشركات والمؤسسات السعودية والعالمية. حول هذا البرنامج يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الأستاذة أسماء الجاسر مدير مشروع في مؤسسة مسك الخيرية، عبد الله الصبياني أحد أكيد المستفيدين من برنامج اليوم الأول، وشهد العثمان أحد المستفيدين من برنامج اليوم الأول. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أسماء، أول شيء خلينا نبدأ معك ونحكي عن هذا البرنامج وتعطينا نبذة عن البرنامج. طيب أكيد، أول شيء يعطيكم العافية، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. برنامج اليوم الأول هو برنامج يقدم مؤسسة مسك الخيرية، برنامج نوعي يقدمه مسك المهارات. الهدف منه أولا وأخيرا هي تطوير شبابنا وشاباتنا. البرنامج نوعي لأنه يمس نقطتين مهمات، النقطة الأولى هي التحديات اللي تواجه الشباب، ثانيا البرنامج ذو منهجية شاملة لمواجهة هذه التحديات. طبعا احنا لما نشوف هذه التحديات اللي تواجه أغلب طلابنا وطالباتنا في المرحلة الثانوية، يعني تقريبا تقدرون تقولون 90% حول العالم من طلاب المرحلة الثانوية يواجهون مشكلة في اختيار التخصص. صحيح. زائد 49% من خريجين الجامعات والكليات لما يتخرجون ما يرغبون انهم يعملون في المجالات اللي تخرجوا منها. فاحنا الهدف من البرنامج انه نبغى يعني ما نبغى نضيع سنوات اللي يمر فيها الطالب بهذه الحيره. فالبرنامج راح ياخذه برحله استكشافيه مثيره انه يواجه هذه التحديات ويتجاوب على كثير من الاستفسارات اللي نبدا معاهم بالمرحله الاوليه. يعني الهدف منا نفهم منك استاذة أسماء أن توجهونهم على الشيء اللي هم يبونه بالتحديد، أو له أهداف أخرى؟ هي نعم، هي مو توجيه بالشكل الأساسي، لكن نبغاهم يكتشفون إيش المجالات التعليمية المختلفة، إيش المهنة اللي المستقبلية المختلفة اللي يتطلعون ويطمحون لها.
طب خليني أسألك أستاذة أسماء، مين هم الفئة المستهدفة؟ يعني أنت قاعد تقولين بس طلاب الثانوي ولا في فئة ثانية مستهدفة غيرهم؟ طيب إحنا زي ما قلت لك إنه هذا برنامج يقدم لأول مرة بنسخته الأولى، والهدف من هذا البرنامج إنه نساعد الطلاب المرحلة الثانوية بنات وأولاد إنهم يكتشفون إيش المجالات التعليمية. طبعًا لما نقول اليوم الأول هي جاب شادوينج، البرنامج دائمًا يجي جاب شادوينج الطلاب الجامعة أو حديثين التخرج، لكن إحنا بدينا نقطة أو نقول مرحلة متقدمة مع الطلاب. البرنامج يعني يخدم 400 طالب وطالبة بأنحاء المملكة. الحمد لله استطعنا إنه مع جهاتنا أو خلينا نقول الشركاء النجاح توفير تقريبًا الفرص الوظيفية في 8 مناطق حول المملكة. حاولنا ما نركز فقط على 3 مناطق الرئيسية، وإن شاء الله نتطلع بإذن الله أنه نغطي كافة مناطق المملكة في مدنها وقراها بإذن الله. جميل جدا، وأكيد إحنا كلنا أمل أن مثل هذه البرامج فعلا نحتاجها، والحلو في الموضوع أنها كمان تغطي شركات قلنا كبرى سعودية وعالمية في نفس الوقت، وهذا شيء بالعكس عظيم جدا في النهاية. طيب لو تسمحي لي أستاذة أسماء بنتقل للطلاب، هلا وسهلا فيكم نورتونا اليوم عبد الله وشهد. بسألكم السؤال طبعا، ودي أسمع منك عبد الله ودي أسمع منك يا شهد، وش البرامج أو الوظائف اللي تدربتوا عليها وكيف استفدتوا منها؟ والله دربونا وودونا في رحلة ميدانية في الموارد البشرية، وشفت بيئة العمل في حقيقته صراحة، وتعلمت كثير من الأشياء وصراحة كان جميلة. واحدة من الشخصيات اللي تعلمناها في شركة مس كان اسمه سعود، وهو طالب في عمرنا عنده نفس الحيرة هذه صراحة، بس الحمد لله أنه قدرنا نتجاوز على هذه الحيرة بسبب مس الحمد لله، ومن قبل حتى الأخصائيين اللي في الميدان حتى. يعني عبد الله نعرف أنه أنت مهتم في موضوع الموارد البشرية وحاب أنك تتخصص في هالمجال صح؟ إن شاء الله. يلا أكيد كل التوفيق لك يا عبد الله. وشهد أول شيء زي ما قال عبد الله شفنا سعود هو على مرحلة اختيار التخصص والجامعة، واستفدنا منه يعني كيف أعطانا يعني نصايح مرة كثيرة، كلم يعني خبراء وكذا. بعدها رحنا تجربة الميدانية، أنا رحت بشركة تبادل، اخترت المجالات اللي أنا فيها اهتمامي هي الاستثمار إدارة مالية، وشفت وجربت يعني كيف الوظائف يعني مرة كثيرة ومختلفة بس كلها تنبط يعني بشكل واحد على جهة واحدة، ومرة حمسني يعني إني أشوف أكثر فيها. أقنعك زيادة. إيه خصوصاً إني شفت بالصدق، يعني العادة كنت بس أتصور وأتفكر فيها، بس لما شفتها بالصدق شفت الواقع حمسني وشوقني إني يعني أجرب أشياء أكثر، أدور برامج أكثر يعني مسك ولا أي أحد ثاني يعني يسوي هذه البرامج إنها تدعمنا إحنا الطلاب إنه يجربون ويشوفونها على الطبيعة، يمكن أفضل من الكتاب ودائما على أرض الواقع مختلف. يعني نقول أنكم تنصحون الشباب والبنات اللي في عمركم مرة أنهم يجربون ويلتحقون في مثل هالبرامج؟ مرة أنصحهم مرة يعني شيء مرة فادي ومرة عجبني، يعني خصوصا أنه شيء أنت تحبينه فتكونين تتحمسين عليه. جميل. طيب شهد عبد الله خليني أسألكم، بعد ما دخلتم البرنامج اليوم الأول حسيت أن ميولكم تغيرت وقت الوظيفة؟ الصدق العكس صراحة، زاد ميولي للوظيفة واكتشفت أشياء كثيرة على الوظيفة صراحة، يعني في تفرعات من الموارد البشرية زي إدارة الأداء، التعليم والتطوير، وصراحة أشياء كثيرة استفدت منها، وبالذات من المرشدة اللي كانت معي في العمل، وصراحة أنصح فيها لكل الطلاب، والله ما في فرصة زيها تلاقيها في حوالين السعودية الحمد لله. وأنت شهد؟ أنا حسيت أنه أكدني على المجال اللي أنا اخترتها وحمسني مرة أكثر إني أشتغل فيه، وحسيت يعني عطاني فكرة إيش متوقع مني ما بعد الجامعة أشتغل وأسوي، فلما شفتها مرة تحمست يعني. ويعني مجال الاستثمار ومجال إدارة ريادة الأعمال والإدارة المالية، يعني حكيت مع ناس مرة خبراء وناس يعني عندهم خبرات فوق 15 سنة، يعني حسيت إني أشوف نفسي فيهم. عرفتي؟ حلو. جميل جميل، أكيد نتمنى لكم كل التوفيق عبد الله وشهد. عودة لك أستاذة أسماء، ونبي نتكلم عن هالبرنامج بالتحديد. طبعا يهمنا والمشاهدين يمكن الحين اللي يشوفونا حابين يلتحقون فيه، مدته، كيف طريقة التسجيل، كل التفاصيل اللي تخص هذا البرنامج، وهل هو برنامج طوال السنة أو في فترة معينة؟ أكيد أكيد أول شيء تفكروا من هو سعود اللي يتكلمون عنه شهد عبد الله. ملهم هذا سعود، أكيد نوجه له تحية. طيب
طيب البرنامج هو مقدم على ثلاث مراحل أساسية. جميل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإعداد، اللي لما نقول الإعداد هي برنامج أونلاين تفاعلي. حلو. الطلاب والطالبات يحضرون يعني خلينا نقول بطريقة إبداعية، إنه عن طريق رسم كرتوني يحاكي الواقع اللي هم فيه. وبطل التجربة هذه هو سعود. سعود عنده، وأتوقع سعود موجود في كل بيت من بيوتنا، طالب في المرحلة الثانوية يواجه مشاكل في اختيار التخصص، اكتشاف الذات، اكتشاف المسارات المهنية. نعم. ويمشون الطلاب معه بهذه الرحلات إلى أن يكتشف ميوله وكيف يواجه هذه التحديات. هذه بالمرحلة الأولى. بعدين بعدها يجلسون مع متخصص في ندوة تفاعلية. نعم. يهيئهم يعني خوض أهم مرحلة، وهي التجربة الميدانية. التجربة الميدانية زي ما ذكره وشاهده عبد الله جدا مهمة، لأنه يذهب إلى مجال شركة معينة أو جهة حكومية ليوم كامل يجرب فيها الحياة العملية. وبعدها ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي الجلسة مع مرشد. طبعا الجلسة مع مرشد الهدف منها أنه يستفيد من هذه التجربة، يطور مهاراته والخطوات المستقبلية. البرنامج زي ما ذكرت هو يعني تم ولله الحمد بالشراكة مع جهات تقريبا أكثر من 60 جهة في نسخته الأولى. طبعا الجهات اللي تعاملنا معاهم أو شركاء النجاح شاركونا نفس الشغف، نفس الاهتمام، يعني حسينا أنهم يعني كأنهم مرآة عاكسة لتطلعاتنا وطموحاتنا. طبعا هدفنا كلنا الأول والأخير هو الشباب، هدفنا واحد اللي هو تحقيق الرؤية إن شاء الله بإذن الله. طيب خليني أسألك أستاذة أسماء، مدة التدريب كم كانت للطالب؟ الطالب زي ما ذكرت هو عدة مراحل. يبدأ في المرحلة الأولى اللي هي أونلاين، يأخذ البرنامج، بعدين بعدها يوم كامل في المحاكاة، بعدين بعدها اللي هي الإرشاد، تقريبا تأخذ إلى مدة أسبوعين. حلو، أسبوعين. أحسها جميل جدا. لكن أود أرجع نقطة مهمة جدا، يمكن أنت ذكرتي شركاء النجاح. نعم. فنبي نعرف من هم شركاء النجاح، سواء كانت شركات أو جهات سعودية أو عالمية. طبعا الشركات اللي شاركوا معنا عدة، أنا ما أبغى أذكر أحد وأنسى أحد، بس إن شاء الله نرسل لكم تقرير بكافة الجهات اللي شاركوا معنا. أكيد أكيد. يعني ما شاء الله تبارك الله، الجهات اللي شاركت معنا خلينا نقول أنهم رائدين في المجالات اللي متخصصين فيها، ونتطلع إن شاء الله أنه يصير هذه، يعني نتطلع أنه كافة الجهات اللي بالمملكة العربية السعودية تساهم في هذا البرنامج، لأنه إحنا زي ما قلنا نبغى نوصل لكل مناطق وكل القرى، فما نقدر نوصل هذه إلى هذه المناطق إلا بتعاون وشراكة من هذه الجهات وكل التخصصات. يعني معليش اليوم إحنا عندنا تخصصات مستحدثة كثير ما كانت موجودة خلنا نقول 10 سنوات أبداً. اللي راحت الأشياء هذه يعني جدا. بس أنا ودي كمان أستفسر منك، بما أنك يعني ما شاء الله في هذا الموضوع، التخصصات إيش تحسين توجه البنات والشباب الصغار اليوم؟ إيش تحسين توجهاتهم إلى التخصصات المستحدثة والجديدة، تخصصات قديمة وخلنا نقول التيبكال يعني زي ما إحنا تعودنا، أو إيش كيف تعليقك على هالموضوع؟ التخصصات مختلفة، يعني حلو. إحنا لما شفنا المجالات اللي الطلاب مختارينها تختلف، من الهندسة إلى السايبر سيكوريتي إلى المحاماة إلى الموارد البشرية. فما شاء الله تبارك الله خلينا نقول إنهم غطوا كافة المجالات اللي موجودة. ويلا تلحقون أنتم عليهم. ما شاء الله. طيب خلوني أنتقل بالسؤال للشاهد عبد الله، إيش التحديات اللي أنتم واجهتوها في البرنامج؟ واحدة من التحديات اللي واجهناها اليوم، وصراحة جاتني فرصة إني أشوفها في مقابلة اليوم، كان في عندنا اجتماع في العمل، وكان الطرفين يتحاوروا على إنه يدرجون نظام جديد في المنظمة عشان يحسنها، وكان في طرف موافق وطرف معارض، وأنا قاعد أشوف الاجتماع هذا هو قاعد يصير، وفي ناس يعرضون بطريقة معينة وفي والطرف الثاني يردوا عليه. وصراحة اللي اكتشفت إنه في لازم يكون عندك أسلوب الإقناع وحل المشكلات، بس إن شاء الله ما يكون صعب، إن شاء الله إحنا قادرين. أنت شاهد التحدي مرة واجهته هو الناس اللي يشتغلون هناك كانوا يستخدمون بعض المصطلحات المتخصصة بالمجال نفسه، فبعضها أنا ما كنت مرة يعني متثقفة فيها وما كنت أعرف فيها، فكل شوي كنت أوقفهم وأقول لهم إن إيش هذا وإيش هذا يعني، فاستوعبت إني بتعلمه بعدين بالجامعة إن شاء الله، وأصير يعني أقدر أتكلم لغة بيئة العمل اللي يشتغلون فيها. حلو.
خليني بسألكم سؤال ثاني، بما أن احنا عندنا يعني مثال حي هنا شباب إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، على أي أساس تختارون تخصصكم بكل صراحة؟ هل هو أشياء تتطلب سوق العمل اليوم؟ هل هو تأثير الأهل في البيت مثلا عشان الوالدة أو الوالد أو الأخوان الكبار؟ هل هو مثلا الأصدقاء أو إنه شيء جديد أو شغف؟ أو كيف تختارون على أي أساس؟ أو وش اللي يدفع أكثر؟ هو حاليا النمبر 1 هو يرجع لك كشخصيتك انت، انت وش حل هو، لان الشغل في النهايه 90% من حياتك، وتقعد تشتغل شيء اذا ما تحبه ما راح تفرح صراحه وودك تتركه. طبعا الصدق صراحه انه اول شيء ترجع لك نفسك، تشوف اللي يعجبك، بعدين تشوف سوق العمل وش يناسب واللي ما يناسب. في ناس العكس والله يقول انا همي سوق العمل بس عادي. وقديما كانوا الناس دائما يختارون العمل حقهم من ضغط اهاليهم وبعدين يطيحون في الفخ هذا. بس انا انصح صراحه لكل طالب انهم يشوفون يعني تشوفه فخ. هو فخ صراحه، هو فخ. والله انا زيك انا اشوفه فخ صادق. طيب وانا اقول انه افضل شيء انك ترجع لنفسك وتشوف وتستعين بالله ونختار التخصص اللي احنا ان شاء الله يعجبك. اكيد. وانت شاهد؟ انا الحمد لله يعني اهلي مره مؤيديني، ويعني مره يعني هم ماي بيجست سبورترز بكل شيء. اي شيء ابغاه يعني بيأيدوني فيه ويساعدوني فيه. انا اشوف ان احسن شيء نسويه ان يعني نشيل الاشياء اللي احنا ما نبيها. اول شيء تشوفين اللي ما تبينه، بعدين تبقين اللي ايش انت تبينه. واللي تبينه تشوف ايش يعني الشيء اللي انت تميلين فيه اكثر. يعني زي مثلا هذا برنامج مسك ساعدني اني اشوف اذا انا اميل بهذا الشيء او لا. يعني هذا كان يعني رياده الاعمال كان من الشيء اللي انا كنت ابغاه، وكان في عندي خيارات ثانيه بس اخترت. شفتيها الخيارات الثانيه؟ يعني تقصتي عنها، قريتي، بحثتي، ما ناسبتك؟ يعني ناسبني اكثر شيء هو اداره الاعمال. حلو. والاداره الماليه. تحسين نفسك مال لهذا الاتجاه اكثر؟ إيه. لا بس انا حبيت الاستراتيجي حقت شهد، فيري سمارت ترى، انك تشيل اشياء يعني اوت، مو بعاجبني مو بعاجبني، وبعدين تصفايك الاشياء. جميل شهد وعبد الله، جدا فخوره فيكم للامانه ومبسوطه، ونتمنى لكم اكيد كل التوفيق. شكرا. شكرا. طيب استاذ اسماء خلينا نرجع لك. لو مثلا في طالب عندك عند يبغى يتعلم وظيفه ما بس ما عنده القدره، هل انتم تدعمونهم؟ طبعا احنا في مؤسسه مسك ندعم كافه الطلاب والطالبات والمستفيدين. يعني الجواب المختصر نعم ندعم، بس انه الجواب المطول احنا في 2020 في الجائحه اللي شلت خلينا نقول العالم طبعا باكمله، استطعنا انه لله الحمد نطلق 131 مبادره وفعاليه، واكثر من 190 فعاليه. وخدمنا تقريبا اكثر من 585 الف مستفيد ومستفيده. طبعا كل هذه البرامج الان موجوده على مكان على منصه مسك اسمها مكان مسك او مسك هب. طبعا البرامج اللي فيها متجدده دائما، فانصح دائما المشاهدين والمشاهدات انهم يستفيدون يستغلون هذه البرنامج. جميل. طب خلينا نحكي عن نقطة جدا مهمة أستاذة أسماء. يعني الآن ممكن أنه يجونك الأهل يقولوا لك لا، أنا ممكن يضغطون ترى على أطفالهم للأسف، ترى لسه إلى الآن في ناس ممكن أنه كذا، أنا طبيبة وزوجي طبيب، أنا أبغى عيالي كلهم أطباء، أو أنا طيار وكذا. يعني تعرفين هذا النظام القديم الأولد ستايل اللي لا، إذا أنت مو طبيب، إذا أنت مو طيار، أنت ما أنت بناجح. فما عندهم الفيجن أو ما عندهم موضوع الإكسبلورينج. لا أنت لا تشتت نفسك، دائما نسمعها، لا تروح تدرس هنا وهنا وهنا وهنا، بتضيع وقتك وتضيع. أنت كيف تعليقك أو وش ممكن تقولين بخصوص هذا الموضوع بالتحديد؟ طبعا الأولياء الأمور لهم دور أساسي بتوجه الطلاب واختيار مجالاتهم. احنا عندنا برنامج ثاني اسمه اكتشف مسارك. البرنامج هذا في عدة خلينا نقول مواد تعليمية للطلاب وأيضا أولياء الأمور والمعلمين. يعني هي نعتبرها حلقة متكاملة فيها خلينا نقول دورات للأهالي أنه تساعدهم على مساعدة أبنائهم في اختيار تخصصاتهم. جميل. فهذا برنامج ثاني، يعني ما أبغى أخذ من وقت البرنامج، لكنه تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة التعليم. والحمد لله سجل معنا أكثر من 20,000 طالب وطالبة ومعلم وولي أمر. فهذا برنامج لا احنا ماشيين فيه. هذا طبعا مساند للبرنامج اللي اليوم احنا قاعدين نحكي عنه. نعم. البرنامج اليوم الاول، لانه فعلا نشوف يعني هذا الضغط، وزي ما قال لنا عبد الله وشاهد ممكن انهم فعلا من باب حب مو انه من باب شيء
يضغطون عليهم في النهاية الطالب أو الطالب هم اللي يتورطون يقومون يسوون شيء ما هو بعاجبهم. كلمة أخيرة تحبين توجهينها السادة أسماء سواء لأولياء الأمور أو الطلبة؟ أول شيء يعطيكم العافية. إحنا خلينا نقول شعارنا في مسك نؤثر نصنع الفرق. اليوم أشوف شهد وعبد الله كلامهم يثلج الصدر، يعني هم الأثر اللي نبحث عنه، وبإذن الله البرنامج يصل لكافة الطلاب يستفيدون منه كافة الطلاب. إحنا يعني شبابنا هم مستقبلنا، كلنا بيد واحدة تحقيق رؤية المملكة 2030، وإن شاء الله مع الشغف اللي موجود اللي عند شهد وعند عبد الله وباقي زملائهم حنوصل إن شاء الله. جميل جدا شهد عبد الله، كلمة حابين. والله نشكر الأستاذة أسماء وشركة مسك أنهم ساعدونا نكشف أنفسنا وساعدونا نوضح الطريق لنا صراحة، ويعطيكم ألف عافية، شكرا لكم صراحة. أنا ودي أشكر والله مسك وحتى أنتم برنامج سيدتي على الفرصة اللي أعطيتونا، ويعني عشان نعلم يعني الناس اللي كبرنا إيش يقدرون يسوون. أعطي نصيحة لكل الطلاب اللي بالثانوي أن لو شيء فيه يعني يحبونه هواية يمارسونها يربطونها شوي بعملهم عشان صح. بكرة يقدرون يقولونها يخلونها مستقبل لهم وشيء يحبونه، يعني أنا متأكدة أن بيصيرون ناجحين مرة فيه. يعطيكم العافية أستاذة أسماء، ألف شكر لكم وألف شكر على البرامج التوعوية اللي ممكن الطالب يستفيد منها، وأكيد بعد الشكر لشهد وعبد الله على وجودكم معنا اليوم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم. لاعبة كاراتيه سعودية يقتربن من الحزام الأسود، وهذا سر اتجاه الفتيات إلى الفنون القتالية. تستعد 20 لاعبة كاراتيه سعودية للحصول قريبا على الحزام الأسود في اللعبة بعد ما قدروا أنهم يتجاوزون اختبارات الكاراتيه، وأكيد تحت إشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه للحصول على الأحزمة بألوانها. راح نتكلم عن تفاصيله مع أحد اللاعبات المشاركات دينا فلمبان لاعبة كاراتيه. أهلا وسهلا دينا. أهلا فيك يا أودي، كيف حالك؟ الحمد لله خليك ربي. دينا في البداية أعطينا فكرة حبيب. عن تحدي أو لعبة الكاراتيه اللي أنت مشاركة فيها. أول شيء أحب أشكرك على استضافتكم لي في هذا البرنامج. بالنسبة لبرنامج الكاراتيه، طبعا برنامج الكاراتيه هي لعبة أو فن من الفنون القتالي، بتستخدم الأيدي والأرجل طبعا كسلاح للدفاع عن النفس. لعبة جدا ممتعة، جدا رائعة، فيها كثير من التحديات، فيها كثير من بناء شخصية، ثقة بالنفس. لعبة جدا رائعة، يعني ما أقدر أحكي لك يعني عنها كثير. طب كيف طبيعتها؟ طبيعة اللعبة هي بتعتمد أوريدي اللعبة على يعني حركات بالأيدي وبالأرجل تستخدم كدفاع للنفس. إحنا طبعا بنتمرن فيها وفقا لضوابط الاتحاد السعودي للكاراتيه. متطلبات يعني بسيطة، بنتدرب فيها على الكاتا على الكوميتي، بالإضافة برضو إلى تماريننا إحنا المساندة للتمارين هذه. جميل. دينا أنت من ضمن 20 لاعبة ما شاء الله اقتربوا من الحصول على الحزام صحيح. الأسود خلنا نقول، يليت توضحين لنا وللمشاهدين المراحل اللي كيف ممكنك تحصلي فيها على الأحزمة، وكم المدة اللي تاخذك، وكم تتدربين عشان أنك تحصلين على هذا الحزام. طيب بالنسبة للأحزمة، طبعا هي لعبة الكاراتيه تعتمد على الأحزمة، فيها ألوان مختلفة، كل لون بيكون يحدد مستوى معين للي وصل فيه المتدرب أو اللاعب. بداية طبعا احنا بدأنا باللون الأصفر. اللون الأصفر طبعا تتعلمي فيه أساسيات اللعبة، لعبنا فيه كل الأساسيات، الحركات الأيدي، عرفنا إيش الطريقة المناسبة للحركة أو حركات الجسد. بعد كده انتقلنا للحزام البرتقالي. من الحزام البرتقالي طبعا أخذنا بعدها فترة تقريبا 3 شهور وأخذنا الحزام الأخضر. طبعا من هنا بدأ شغفنا كتير باللعبة يزداد، زاد الحماس كتير بين الفريق. كملنا واستمرينا مع بعض لحد ما وصلنا للحزام الأزرق.
طبعا في الحزام الأزرق هنا بدأ الجد. اضطرينا بس واجهتنا بعض التحديات في خلال الحزام الأزرق، طبعا بسبب جائحة كورونا اضطرينا أننا نوقف، لكن الحمد لله تحت إشراف سينسي راديو دفعتنا وشجعتنا للتدريب أونلاين. طبعا كنا نتدرب أونلاين، طبعا التدريب أونلاين مش سهل جدا، يعني كان بالعكس في صعوبات وتحديات مرة كبيرة. الحمد لله بفضل الله ثم بتوجيهات سينسي راديو تجاوزنا هذه الفترة، والحمد لله حافظنا فيها على مستوانا مرة كتير. رجعنا الحمد لله، بعدها أخذنا الحزام البني. طبعا الحزام البني برضو من ضمن التحديات اللي واجهتنا في الحزام البني إنه إحنا كان معانا منقبات، كان معانا أمهات. في هذه الفترة احنا طلبنا لجنة خاصة من الاتحاد السعودي للكاراتيه بانهم يختبرونا في جدة. الحمد لله كانوا جدا سبورت لنا ومتعاونين معنا، عملوا لنا لجنة خاصة فينا احنا في جدة، اختبرنا فيها والحمد لله حصلنا على الحزام البني، والحين حاليا احنا بنتجهز وبنستعد للحزام الاسود باذن الله. طيب دينا، بما انكم الان فترة تدريب، لو تقولين لنا ايش هي استعداداتكم عشان تحصلون على الحزام الاسود؟ تمام، احنا حقيقي صح فعلا الان في فترة تدريب. استعداداتنا طبعا بنتمرن 4 ساعات في الاسبوع، بالاضافة طبعا احنا بنتمرن وفقا لمتطلبات الاتحاد السعودي للكاراتيه، بالاضافة الى جانب برامجنا الخاصة. طبعا المشرفة علينا سينسي راديو، طبعا احب انوه هي بطلة عالم في الكاراتيه حاصلة على دان 7، ساعدتنا مرة كتير في هذا الموضوع. طبعا هي ماسكة برنامج متكامل معطيتنا، برنامج الكاراتيه بالإضافة إلى برنامج المساند للبرنامج الكاراتيه من ناحية المرونة، قوة التحمل، التمارين الهوائية، بالإضافة إلى متابعة في التغذية السليمة والصحية لنا. نعم، دينا نعرف أي رياضة أو اهتمام ممكن أنه يغير في شخصياتنا لو القليل؟ صحيح. نعرف أن أي رياضة أو اهتمام ممكن أنه يكون بسبب أحد، كيفية دخولنا له ممكن تكون مميزة، قصة، إلهام، أيا كان. كيف اخترتي لعبة الكاراتيه أو رياضة الكاراتيه كهوايتك وشيء أنت قاعدة الآن تسوينه، وإيش ممكن تقولي لنا أنها غيرت فيك أو في شخصيتك؟ بالنسبة للعبة الكاراتيه في البداية أنا كنت يعني محبة جدا للتمارين الرياضية والألعاب الرياضية، دخلت كثير في المجال الرياضي الحمد لله، درست، أخذت شهادات، اشتغلت كمدربة رياضية، بس حسيت أنه لسه في شيء ناقص، محتاجة رياضة تجمع بين الجسد والذهن والروح. هنا وجهتني سينسي راديو، طبعا هي كانت مسؤولة عننا، وجهتني على الكاراتيه. أول ما بدأت اللعبة في البداية حسيت اللعبة أنه مش زي ما بيقولوا أنه هي بس للأولاد وأنه اللعبة لأ صعبة، بالعكس كانت لعبة جدا ممتعة، كنت أطلع من التمرين وأنا في قمة السعادة الحمد لله. يعني بدأنا فيها ومع كل حزام وكل اختبار ومتابعة كنا نعملها كان بيزيد شغفي وحب للعبة صراحة، والحمد لله إلى الآن يعني أنا مستمرة فيها وبإذن الله راح أكمل فيها لحد ما أوصل لهدفي بإذن الله. طيب دينا، كيف شايفة أقبال العنصر النسائي على اللعبة هذه؟ بالنسبة عندنا عنصر الإقبال للعنصر النسائي كبير جدا، أنا شايفة كثير بالذات في الألعاب القتالية والفنون القتالية، لأنه الوضع تغير دحين، فبحس أنه إحنا نحتاج هذا الشيء إحنا كسيدات، ممكن نتعرض لأي موقف وهذا الشيء بيساعدنا إحنا أنه نبدأ يعني يكون عندنا ردة فعل سريعة. الإقبال الحمد لله إقبال كبير موجود يعني في المجال هذا بالذات، وبالأخص للعبة الكاراتيه. يعني الفريق عندنا احنا 20 مدربة، كلهم الاغلب منهم يعني امهات، موظفات، دكتورة، يعني من جميع الفئات صراحة. ديني، يعني انت تشجعي البنات صح؟ اشجعهم كثير، وبالعكس يعني اتمنى انه الكل يبدا يعني يجرب الكاراتيه. حلو. يعني نعرف ان كثير من الفنون القتاليه ناس تقول لك ان
ما هي للبنات، للشباب. بس أنا مرة أتفق معاك دينا في موضوع أنه فعلا البنت ممكن أنها تحتاجها أكثر من الولد. طبعا نتمنى لك كل التوفيق دينا، لكن خلينا نتكلم عن موضوع أهدافك والخطط الجاية بالنسبة للعبة الكاراتيه. والله شوفي، احنا بالنسبة للأهداف يعني كفريق احنا عندنا أهداف كثير مختلفة. في مننا اللي تبغى تصير حكم دولي، في مننا اللي تبغى تصير مدرب، في مننا اللي تبغى تدخل الأولمبياد. بس طبعا بالنسبة لنا يعني الآن احنا مركزين كثير، هو هدف وطني أكثر من ما هو هدف شخصي. يعني نتمنى احنا نلاقي إن شاء الله دعم من الاتحاد السعودي للكاراتيه وندخل في هذه اللعبة عشان نرفع إن شاء الله علم المملكة عالي في كل المحافل الدولية هذه بإذن الله. يعني بنشوفكم صدارة إن شاء الله في الكاراتيه، يعني راح نشوفكم إن شاء الله في مشاركات أولمبياد عالمي زي ما حكيتي. طبعا يعني الحين بس انا يعني من باب الفضول، كم في فريق في السعودية للبنات؟ هل عندك خلفية عن هالموضوع دينا؟ هو عدد الفرق يعني اكيد موجود في كل منطقة فريق، بس حاليا الفريق اللي في جدة يعني احنا يعني كثير شغال علينا، يعني شغالين على 20 متدربة هذول، لأنه إحنا نعتبر برضو من الأوائل اللي بدأنا في هذا الموضوع. فأتمنى بإذن الله أنه إحنا نوصل للهدف، وأكيد لسه ستيل في كمان جروبات يعني موجودة معانا وبتتدرب معانا، في أحزمة لسه أقل مننا بتتدرب، بس الكل هدف واحد هو أننا نوصل للحزام الأسود ونرفع إن شاء الله علم المملكة العربية السعودية عالي. طيب دينا، أخذت إن شاء الله الحزام الأسود، إيش خطتك القادمة؟ أتمنى أني أصير حكم دولي إن شاء الله، وأدخل في الأولمبياد بإذن الله. طيب دينا، في كثير من البنات ممكن أنهم ما يعرفون وين يروحون يتدربون، هل تعتقدين أن اليوم في المملكة يعني في مختلف مناطقها، خلينا نقول يمكن أنت تكلمين اليوم من جدة، لكن خلينا نتكلم في الرياض، في الشرقية، في المدن الأخرى أو المناطق الأخرى، هل لعبة الكاراتيه متوفرة للبنات كما يجب أو كما نطمح؟ هو لعبة الكاراتيه حاليا متوفرة للبنات، لكن احنا يعني نتمنى ونطمع كثير في دعم من الاتحاد السعودي للكاراتيه، بانه يعني يفتح لنا مجال اكبر باننا نشارك كثير في بطولات، نشارك في المحافل الدولية الكثير. يعني باذن الله قريب نشوف مراكز للكاراتيه، اتمنى يعني باذن الله أكيد. مراكز لتعليم الكاراتيه. طيب دينا، أعطينا نصيحة لأي بنت مترددة أنها تدخل الفنون القتالية. بالنسبة لأي بنت مترددة في الفنون القتالية، أنا أنصح كل البنات بيبدأوا على الأقل حتى لو بس تجربي الكاراتيه، أوكي، بالذات الكاراتيه، رياضة الكاراتيه، لأنه هي بتعطي ثقة عالية في النفس، بتشيل الخوف، هي بتدعم الجسد، بتدعم الروح، بتدعم الذهن. رياضة متكاملة حقيقي بتعطيكي جسد متكامل. فأتمنى يعني الكل يجرب على الأقل كاراتيه يعني. طب آخر سؤال لك دينا اليوم، يمكن زي ما نعرف الفنون القتالية متنوعة ومختلفة بطبيعتها، فإيش الفرق بين الكاراتيه، أو إيش اللي يميز خلنا نقول الكاراتيه عن التايكوندو والكونغفو والكيك بوكسينج وهذه الرياضات؟ اللي يميز الكاراتيه كثير، بيتميز الكاراتيه بانه هو بيستخدم الايدي والارجل كسلاح للدفاع عن النفس. بتبدا انت يعني بتحاولي قد ما تقدري بيزيد حركات الجسد، اللي هي بيزيد التركيز، بيزيد الثقة بالنفس، بيشيل الخوف، التوتر. يعني أنا أعتقد أنه الكاراتيه متميز عن الألعاب الثانية، لأنه الكاراتيه أنا بعتبره فن ومدرسة. يعني هي للأمانة كل الألعاب القتالية والفنون القتالية جميلة ورائعة، بس الأجمل في الكاراتيه أنه هو بيستخدم حركات الأيدي والأرجل، بيعطيكي توازن بين الجسد والروح. نعم. ما أدري إذا ما تحسين بعد كلام دينا ممكن تدخلين في يوم كاراتيه؟
أنا ترى قاعد أسألها لأن أنا قد جربت كاراتيه. لازم تدخل. لا أنا قد جربت دينا، أنا كنت في فترة من فترات حياتي يوم كنت صغيرة، ما شاء الله، فجأة لقيت نفسي داخلة نادي كاراتيه. ليش ما لا تسألين يعني وغيرت ورحت على التايكوندو. يا ريتك تكملي إن شاء الله، أتمنى إنك تكملي وتكوني معانا إن شاء الله. بالعكس أتمنى أتمنى دينا فلمبان لاعبة كاراتيه، إحنا نتمنى لك كل التوفيق وأكيد فخورين فيك ونشوفك إن شاء الله قريبا رافعة علم المملكة. طبعا مشاهدينا وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد في أمان الله.